وعودة لأرشيف عزة العليلي وتحت عنوان سامح الله كرم مطاوع. قلت في قمة نشوتي قطعوا لساني الصراع على الكراسي سبب الكارثة. ايه بقى الموضوع؟ كان سنة كام ده؟ وانا اقول لك عند حضرتك اهو موجود على الشاشة. والارشيف ده من مجلة صباح الخير على فكرة. شوفي يا ستي، انا بأكن كل تقدير واحترام للأستاذ كرم مطاوع في الشك. انه رجل فنان ورجل مسرح من الدرجة الأولى. عقلية مثقفة بدرجة عالية جدا. زميل عزيز ما في جدال. لما جينا كنت بعمل الاختيار. فيلم الاختيار. الأستاذ كرم وقتها كان مدير المسرح. رشحني لدور في مسرحية اسمها وطني عكا. واللي متمسك بيها جدا الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي الله يرحمهم هما الاثنين. الله يرحمه. فقلت له يا أستاذ عبد الرحمن أنا بعمل فيلم صعب قوي وما عنديش وقت إن أنا أعمل المسرحية، خاصة إن دوري هو مشهد واحد في الفصل، في المشهد الثاني الفصل الأول. فقلت للأستاذ كرم، قلت له يا أستاذ كرم أنا يعني عفيني مش هقدر. قال لي ده دورك وحببني، وأنا كنت بحب كرم جدا جدا. نعم. كفنان مسرح ما في جدال. فقال لي طيب اسمع، قلت له يا كرم أنا المفروض هسافر اسكندرية وبصور في اسكندرية وبصور في القاهرة. فأنا مش عارف هسافر إمتى ومش عارف ظروف التصوير في القاهرة إمتى. فقال لي طيب انا هحفظ الدور معاك والايام اللي انت مش هتكون موجود فيها انا هانزل اعمل الشخصيه. طبعا. فقلت له طيب انا بحب الرسميات يعني. قلت له طب نكتب ورقه كده نقول فيها هذا الكلام عشان نبقى صرحه مع بعض يعني. قال لي قوي قوي. كتبنا ورقه وخلاص ورحت اشتغلت فعلا لغايه ما جه ميعاد سفري. فقلت له انا مسافر يعني. قال لا انا ما رجع في كلامه. الله يرحمه يعني. الله يرحمه. اذكروا محاسن موتاكم. ساعة صفا. نشوف شاشتنا مرة اخرى وعود. ماشي. طبعا الاستاذ عزت يعني فنان كبير، طبعا فنان كبير في اختياراته، فنان انا شخصيا يعني بحس ان هو صاحب موقف بيعكسه يعني بيعكس نفسه في اختياراته بالفعل، خاصة اختياراته في الفترات الأولى. و ما عندوش ادعاءات حوالين نفسه، يعني موقف عاقل ومتزن وما فيهوش أي مزايدات أو كلام برة عزة العليلي الممثل أو الفنان أو لكن مواقفه الحقيقية في الحياة ومواقفه السياسية ومواقفه الاجتماعية بتبان في اختياراته في شغله، في اختياراته للناس المخرجين أو السينمائيين اللي ممكن يشتغل معاهم أو كده يعني. أنا مش حابب فكرة استغراقه الكتير قوي في التلفزيون. أنا رأيي أني عزة العليلي ممثل سينما. التلفزيون خاصة انه بأمانة شديدة مع كل تقديري ليه مفيش عمل تلفزيوني لغاية دلوقتي لعزة العليلي يساوي حضوره كسينمائي كممثل سينما.
ما فيش دور تحس انه يساوي اي دور من الادوار الجميله الكبيره قوي اللي عملها في السينما. فيش في التلفزيون ده، بل بالعكس في مسلسلات انا شخصيا يعني ما احبش ان كان عزة العلالي يبقى موجود فيها لانها ضعيفه جدا. ربما يكون عنده اسبابه، ممكن يكون عنده اسبابه اللي اقوى من اي كلام يتقال، لكن ايا كانت الاسباب عزة العلالي ممثل كبير، يعني مش يعني هو المفترض انه تاريخه يتجاوز كل الاسباب العرض او الطرقه اللي ممكن يتحجج بها اي ممثل تاني. يعني ممثل عايز ينتشر او عايز يبقى ليه حضور جماهيري او بتاع، مش ده مش مفروض يبقى ملزم لعزة العلايلي بانه يقبل دور في مسلسل ضعيف، يعني خاصة التلفزيون بيحرق ما بيضيفش. التلفزيون بالاستمرار خصم من اي رصيد، الا اذا كانت اختيارات محسوبة ومش متكررة. انما يعني لمجرد انك تبقى موجود وفي التلفزيون وبتاع، ده مش انا شخصيا ما حبيتوش في الاستاذ عزت. يعني ساعد صفا هي وجهة نظر طبعا على اي حال، يعني انا بحترمها في الشك واشكره على تقديره ليا يعني طبعا، وبس انا ما لقيتش سينما ما عملتهاش. يعني الاعمال اللي اتقدمت لي كان يعني مش التلفزيون كان احسن منها كتير.